الا بغاو الفريق ديالهم يبقى، لان الضغط ديالهم اكيد غيكون ايجابي لا على الخصم ولا على القرارات التحكيميه. بغيتي لا كرهتي تشوف فرق كبرى وراها جمهور، داك الضغط تيخلي اللاعب انه يركز اكثر وينعس بكري ويكون سيريو وما يسهرش باش يكون مزيان، ولا نهار الماتش راه غادي الجمهور غادي يسمع الصفر ديالو. دونك الحضور الجماهيري ولا يخلينا نبقاو غاديين في هذه الايطاب هذه بالضغط الايجابي اللي علينا ماشي بيضغط علينا السلبي.